ممكن في حوام كتير مشغول بعد كده مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هنا كنتمنى اي واحد غيدخل غيتفرج في هذا اللايف يبارطاجيه باش يوصل لاكثرية ديال الناس، باش هاد الام اللي شافها اتصل بالابن ديالها. هاد السيدة الاسم ديالها عائشة، خرج عائشة السعد السعد عائشة عائشة السعد، خرجات من دارها مشات ان 24 في الشهر، خرجات مشات عند الصديقة ديالها المولاي ابراهيم، للاسف ما رجعتش دابا لمده ديال 8 ايام مختفيه. الله يجازيكم بخير، اللي شاف هذه الام هذه اتصل بالابن ديالها، خاصه ان هذه السيده بداوها مؤخرا اعراض ديال الزهايمر، يعني ماشي كتنسى الاسم ديالها ولا شي حاجه، ولكن كتنسى الساروت، كتنسى شي حاجه. الله يجازيكم بخير. هذه الام مشات خارجه لابسه جلابه شيبيه وزيف كحل، غنعطي الكلمه للابن ديالها، ولكن الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا اللايف باش اللي شاف هذه السيده راه العائله ديالها خايفين عليها، ما دوزوش الفرحه ديال العيد نهائيا، خاصه ان مهمتهم مختفيه. هكا خويا الصويره قرب الميكرو باش تبقى باينه، الصويره خلى حداك. السلام عليكم اخويا، الام ديالك امتى اختفات؟ امتى خرجات؟ شنو وقع؟ سيمانه دابا اختي باش اختفت الام ديالي، كانت صحه سلام معنا لورمان بخير، مشات المولاي ابراهيم عند الصديقه ديالها. علاش مشات المولاي ابراهيم؟ مشات باش تفوج، صيفطت لها صيفطوا لها الخواتات عندي واحد 1500 درهم، مشات المولاي ابراهيم عند الصديقه ديالها، من بعد دوزات معاه واحد اليومين خرجات من عندها، ما بقينا سمعنا على الاخبار لا والو اختي، التليفون ديالها طفى، ما بقيناش عرفنا الاثار ديال الام ديالي شنو هو. يعني نتوما مولفين كتسافر كتواصلوا معاها بالتليفون؟ اه عادي تتمشي تسافر تترجع عادي، ولكن هاد المشيه اللي مشات ما نكذبش عليك اختي ما فهمش والو، انا التليفون طفى هو اللي شويه برزتني انايا بزاف وبرزت العائله كامله، وما فاش طفي التليفون ديالي. خويا شنو تقول للناس اللي شافوا الام ديالك؟ تنقول اللي شاف الاخت ولا الاخت الاخوان كاملين اللي شافه يتصل بينا في هذا الرقم هذا، راه حنا محتاجين هذه الام بزاف، وراه عندها جوج ناس في اوروبا، وعندها واحد نبيل ولدها سميتو نبيل، وهذا اللي تيتصل بكم الله يرحم لكم الوالدين اللي شافه يتصل بهذا الرقم، ولا يتصل اقرب كوميساريه يتصل بها، ما كاينش مشكل. خويا كيفاش دوزتوا العيد؟ العيد اختي ما دوزناه ما والو اختي، داز علينا العيد حار شويه اختي، الام بلا عيد ما عيد ما والو. مشات لابسه ولا اخر لبسه كانت لابسه باش الناس بعد مرات كيشوفوا غير بالصوره وباللباس كيقدروا يتعرفوا؟ كانت لابسه اختي واحد الجلابه بحال الشيبيه بحال السماويه ودايره زيف كحل وهازه جوج سيكان في يدها ديال الحويج. درتوا شكايه عند الامن؟ درنا شكايه في كوميساريه ديال الحي الصناعي، ومن بعد هزونا وداونا للولايه الكبيره، عاد باش درنا الديكلاراسيون لونسيناها في الدائرات كاملين. شنو تقول للناس ديال الامن ولا الدرك الملكي ديال مراكش ولا واحد ديال مراكش؟ يساعدوني، ما كرهتش يمشي يساعدوني، انا محتاج الام ديالي. خايف على خويا؟ خايف عليها بزاف. اللي شافه يمشي لاقرب بوست ولا الاقرب كوميساريه يتصل بهذا الرقم هذا. قلت لي ان الام ديالك بداو الاعراض ديال الزهايمر، ولكن ما كتنساش السميه ديالها. لا ما تتنساش السميه ديالها، عارفه السميه ديالها، سميتها عائشه السعد عائشه. هزه معها لاكارت، هزه معها لاكارت، انا عطيتها لاكارت ديالها بيدي. لا شافتك الام ديالك شنو تقول لها؟ انا مزوقه امي مجرحه، حنا محتاجينك، راه فاطمه ولا والو كلهم جاوا للمغرب، راه محتاجينك امي يمشي بزاف، الله يرحم لك الوالدين، امي راه داز عندنا العيد حار، راه حنا محتاجينك امي. يعني الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تي في، اللي شاف هذه الام يفرح العائله تصل بهم فيما كانت غيمشيو لعندها، ولا الناس اللي شافوها يديوها عند البوليس. مهم اهم حاجه ان هاد الام ترجع لعند الوليدات ديالها، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا وليداتها كاملين كيبكيو كاملين محتاجين الام ديالهم. اللبسه الاخرى اللي كانت لابسه هي جلابه شيبيه وزيف كحل. الله يجازيكم بخير. سميت هاد السيده سميتها عائشه، بداوها مؤخرا اعراض ديال الزهايمر. الرقم ديالهم هو 0603 43 39. لا عاودي لي الرقم 06 03 43 91 46.
للمشاهدي قناة شوف تيفي كنتمنى اللي شافت السيدة يتواصل مع العائلة ديالها في اقرب وقت. سميتها عائشة السعد، راه العائلة ديالها كاملين كيقلبوا عليها، كنتمنى والمغرب كله يقلب عليها باش نلقاوها ان شاء الله وترجع لوليداتها بالصحة وبالسلامة باذن الله. اذا الرقم هو 06-03-41-96-46. كنتمنى حتى هي اللي شافت هذا اللايف ربما تشوف هذا المباشر، هذا وليداتك راه كيقلبوا عليك، كل شيء مخلوع عليك، راه دوزوا العيد بلا بيك ما كيسوى حتى شي حاجه. كنتمنى من هاد السيده انها ترجع لوليداتها في اقرب وقت، كنتمنى المغرب كله يقلب عليها ويتصل بهم في الرقم 06-03-41-96-46. تلينا مشاهدي قناة شوف تيفي، غادي نودعكم في امان الله حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.